أحسن الله إليكم. معنا اتصال فيصل من أبها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. يا شيخ، في بعض الشباب هداهم الله يقومون بتقليد أصوات النساء وما شابه من ذلك من تطويل الشعر والملابس، لو حبذا يا شيخ تعلقون على الموضوع ده، الله يجزاكم خير. شكرا يا فيصل، تفضل يا شيخ. لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء، ولا يجوز للنساء أن تتشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. لا يجوز التشبه بهن في أصواتهن أو في صورتهن أو لباسهن أو غير ذلك. نعم.